عارفة ان في شكوى من الشكاوي اللي متقدمة ضده في اوبر ان هو دخن سيجارة حشيش ومعاه لا دي ما صدقهاش. ما صدق والله اساسا ما بيشربش السجاير العاديه. هي مش هي ما بيشربش السجاير دلوقتي. ما انا فاهمه ايه ومش هتصدقيه. فاهمه حضرتك هو اصلا السجاير العامه احنا في قضيه دلوقتي ان الناس اللي قدمت الشكوى دي من سنه او من 7 شهور ما كانتش تعرف ان النهارده حبيبه هتنط من العربيه عشان يبقى ده مثبت قبل كده. انا بقول ما كانوش يعرفوا ان في تحليل هيتعمل. يعني انت في تحليل اتعمل لجوزك وطلع ايجابي مخدرات ولسه بتقولي اصلا مصدقاه؟ انا مصدقه لان انا بقول لحضرتك ما بيشربش السيجاره العاديه قدامنا. هيشرب دي قدام حد مثلا راكب معاه؟ لا في على فكره في تجار مخدرات اهلهم ما يعرفوش انهم تجار مخدرات. ماشي بس انا وبيدخلوا الجامع ويصلوا وبيبقى عندهم تجاره تانية خالص. ما اتفرجتيش على فيلم العار؟ دي بقى ناس تانية. انا كلامي اتفرجتي على فيلم العار؟ اتفرجت بس انا بقول لحضرتك ان انا متاكده ان هو مش كده. يعني هو مش بيشرب عامه يعني بس كتير ولا كل يوم ولا كده. ده هي مره اللي كان شربها وانا عارفه ان هو يعني ان شرب السجاير دي في الفرح. كان حكايه حبيبه ديت ان الخطف دي هو لما بيشربش سجاير عاديه بيشرب ليه سجاره حشيش في الفرح؟ ما بيشربش لا بقول لك بيشرب سجاير عاديه عادي ما بيشربهاش قدامنا وقدام الاولاد في البيت بالزبط. يعني مثلا بيخش الاوضه مش بيبقى قدامنا عامه يعني واحنا قاعدين معاه. فايه مثلا فايه يعني بيشرب سجاير عاديه بس مش قدامكم؟ فده مش قدامنا بيخبي علينا.